أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قال ربكم ادعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، حمدا الحامدين، حمدا الشاكرين، حمدا الصابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم حليم مجيب الارض فاغفر لنا ووالدينا ومعلمينا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اجعل ديننا سيدنا محمد صلى الله على اله وصحبه وسلم، وايماننا ايمان المؤمنين، اسلامنا اسلام المسلمين، وصلاتنا صلاه الخاشعين، ودعاءنا دعاء المستجابين، واعمالنا اعمال الصالحين، وتعبدنا تعبد القانتين، ونيتنا نية المخلصين، وأهلنا أهل المقيمين، وأموالنا أموال المتصدقين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين والتوابين والتائبين، وعلمنا علم الفقهاء، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا موت الشهداء، ودخلنا الجنة مع الأبرار، من النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، والصديقون والشهداء والأولياء والصالحون، وقنا عذاب النار ولا تجعلنا من أهل النار، بين المشاهدين وكافرون في وفاسقين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجهال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا.
وبن الغفور يا ارحم الراحمين دعوانا في هذا سبحان الله وبحمده الى الدين السلام وقد الحمد لله رب العالمين وقبل الله منا ومنكم تقبل يا